تتأجيلك يا محمد. مبروك الأول، ده كأس الفائز الأكبر. قصته إيه؟ إزاي خدته في الدوري العالمي وبيدوبوا نقل على إيه؟ هو الدوري العالمي زي ما كريم قال هي بطولة من أكبر البطولات، يمكن هي زي بطولة العالم أو أقوى، لأن في بطولة العالم بتلعب ممثل واحد من البلد، لكن في البريمير ليج بتقدر تلعب منافس أو اثنين أو ثلاثة من البلد، فبتلعب المصنفين من أول 32 على العالم في التصنيف العالمي. بتتقسم مجاميع، 8 مجاميع، كل مجموعة فيها 4 لعيبة. بتبتدي تصعد لغايه ما توصل للنهائي. بيبقى فيه 5 بطولات في السنه، بيبقى زي هو اسمه بريمير ليج، لان هو زي دوري بتجمع نقط من كل بطوله، وبتعمل في كل بلد، كل جوله في بلد شكل بالظبط. يعني حضرتك على الجائزه مكتوب الخمس بلاد اللي كانوا موجودين في السنه دي، اللي هي ال 2022. هو بريمير ليج كايرو كانت معوضه معوضه بريمير ليج ثانيه كمتممه للخمس بطولات بتوع البريمير ليج. قدرت ان انا اجيب النقط اللي هي، يعني هي بياخد الجائزه الجراند وينر، ان انت تبقى جايب اعلى نقط. بيبقى في شرطين، الشرط الاول ان انت جايب اعلى نقط، تاني شرط ان انت تبقى مشارك في 4 بطولات من 5 فانا الشرطين الحمد لله قدرت ان انا شاركت في كام واحده؟ انا شاركت في 5. ودي صورتها الجائزه اعزائي المشاهدين، حاجه جميله شياكه. وعلى فكره اسم محمد رمضان مكتوب على البليته اللي لونها او اللي هي المسطره اللي تحت دي، الجولد مكتوبه بجولد كده، واسم محمد رمضان، حاجه فخمه جدا، حاجه شياكه. الكاراتيه دي لعبه، ينفع ارجع العب كاراتيه يا كابتن؟ عايز واحد زي دي. لا لا، حلوه، حاجه فخمه جدا جدا، حاجه توديك قد ايه اللعبه دي شيك يعني بصراحه. طب انت شاركت في كام واحده منهم؟ انا شاركت في 5 بطولات. قدرت ان انا يعني اجيب بوينتس عن طريق، طبعا مش ما قدرتش اجيب ميداليات في كله، بس قدرت ان انا اجيب في الفجيره ميداليه، في البرتغال ميداليه، في اذربيجان والمغرب قدرت العب على المركز الثالث، لكن للاسف ما وفقتش، بس وصلت سيمي فاينل، وصلت او يعني وصلت ثالث ورابع ترتيب على 4 ميداليات بس، وجيت في بريمير ليج كايرو خدت الجائزه. يعني طيب انت عملت ايه في منافسات كايرو؟ عملت ايه كمنافسه؟ للاسف انا لعبت، كان معايا في المجموعه منافس اوكرانيا ومنافس الجزائر، قدرت ان انا اكسب منافس الجزائر، منافس اوكرانيا كنت كسبان 3-0 لغايه اخر 15 ثانيه. بعد كده هو ضرب نقطه ما اتحسبتش في الملعب، رفع كارت. يعني حصل لعبكه كده، حصل لعبكه، فقدر ان هو يكسب في اخر ثواني بس. بس عايز اقول لك انه كتوتال بقى اداء في الموسم كله، انت افضل لاعب في العالم. الحمد لله. وده انعكس على ترتيبك محمد. طبعا. وصلت كام دلوقتي؟ انا لو تفتكر حضرتك، أيوة. انا دايما كل مره يعني ان شاء الله يبقى مشينا حلو عليك دايما كده. لا يا رب يخليك يا رب. فانا من سنه لما كنت مع حضرتك كنت السابع، قدرت ان انا اوصل دلوقتي الحمد لله بقيت الثاني. ثاني الحمد لله، ثاني في التصنيف تحت ميزان 84 كيلو. بسم الله ما شاء الله. طب اللي سابقك الفروق، النقاط كتيره بينك وبين هو فرق، بس فرق بطوله القاره وبطوله العالم، يعني هي فرق النقط بطولات القاره وبطوله العالم، لكن بطولات الدوري العالمي انت سابق. يعني احنا النقط تقريبا فروقات حوالي، بدليل انت خدت الكاس ده مش هو اللي خده، تمام، بدليل انت خدته يبقى انت على مستوى بسيط. لكن هو بالنسبه للبطوله النقط بطوله العالم بطوله افريقيا هي اللي بيفرقوا في طب ايه اللي فاضل من الموسم تقدر بيه تتحسن كمان؟ هو احنا دي كانت ختاميه للموسم 2022، لان بريمير ليج كايرو كانت معوضه، كان في بريمير ليج في موسكو طبعا بسبب الاحداث السياسيه ما اتلعبتش، اتلغت واتعملت بدلها، تعوضت عشان تبقى البريمير ليج كايرو الخامسه. نعم. البريمير ليج الخامسه المتممه للسيزون 2022. حلو. فدي جائزه لو حضرتك يعني لاحظت هنا كده، وريني هي يعني دي العلبه بتاعت يعني الجائزه مكتوب جراند وينر 2022، هم سلموها في 2023. الموسم بقى يبتدي. لا والجميل مكتوب عليها وورلد الكاراتيه فيدريشن، يعني بصوا دي العلبه يا جماعه بتاعت الجائزه، مكتوب عليها جراند وينر 2022، زي ما قال محمد ووضح ان دي بتاعت 2022. الموسم انتهى ببطوله او جوله الدوري العالمي اللي كانت في مصر، ودي حاجه كويسه يمكن. ومكتوب طبعا هنا اتحاد الورلد كاراتيه فيدريشن، الاتحاد الدولي للكاراتيه، حاجه شياكه كده وحاجه جميله جدا جدا. وخلينا بصوا دي العلبه اللي بيتحط فيها حاجه كده، تحس ان انت بعد موسم طويل يا محمد رمضان لما ينجح في موسم طويل زي ده ان هو ياخد جائزه دي، اكيد مكسب ليه، وحتى هتلاقي كريم نفسه فرحان له وكل الدنيا فرحانه، لان كلنا بنتمرن مع بعض في الاخر، احنا بنمثل مصر وطالعين من النادي الاهلي. طيب كده الموسم خلص، كده الموسم خلص. هي كايرو كانوا حاطينها متممه ل 2022 وبدايه ستارت ل 2023، يعني دي محسوبه معاك.
يعني هي محسوبه في بقى ثلاث محطات تانيين. في عندنا المفروض في شهر 4 لسه شويه، في شهر 5 انا اسف، شهر 5 الرباط تمام، بعد كده في شهر 6 في اليابان بريمير ليج. انت من الشرق أيوة. الغرب للشرق بالظبط. في شهر 9 في ايرلندا بريمير ليج، فهم السنه دي 4 بطولات بريمير ليج مش 5. بس بدايتهم كانت مصر، بدايتهم مصر، مصر كانت متممه وبدايه. طب افريقيا والعالم؟ افريقيا في عندنا بطوله افريقيا هتبقى في غانا في شهر 8، ده لسه في الصيف تمام. وفي قبليها في شهر 5 في يعني قبل بريمير ليج الرباط في بطوله البحر المتوسط، دي محسوبه معاكم في الرانك والقصه داخله في البحر المتوسط؟ لا ما تتحطش، هي بطوله دوليه، هي بطوله اقليميه بالظبط، ما بتتحسبش في، لكن البطولات اللي هي بتتحسب في الرانك بطوله قاريه وبطوله العالم. اللي هي بطوله العالم قلنا القاريه هتبقى في غانا ان شاء الله في شهر 8، بطوله العالم في المجر هتبقى في شهر 10. بس غريبه البطوله القاريه في غانا دي جديده، دي يعني ما يعني غانا ما كنتش اسمع عنها في الكاراتيه. لا انا باخد الاخبار دي وبحللها معاك. هم بيحاولوا في الاتحادات عامه ينشروا اللعبه في بلاد، يعني بطوله افريقيا اللي فاتت جبنا فيها اول، كنت انا في الجماعه جايب اول وكان كريم جايب اول في 60 كيلو، كانت معموله في جنوب افريقيا. السنه اللي قبلها كانت في مصر، السنه اللي قبلها كانت في بوتسوانا، يعني هم بيحاولوا ينوعوا بلاد القاريه، يعني مش بيثبتوا على بلد معينه عشان ينشروا اللعبه بالظبط.